خدمة للمغاربة، لأن احنا قلنا لن نترك المغرب مخطوفة لهؤلاء لأبناء ابن تومرت. تكون الدورة القادمة إن شاء الله تكون في الأصول، ستكون أصول الملكية. أنا جلست والله أوزع في قلبي لازم الكلام على الوفاء، هذا اسمه وفاء للأجداد. إمام مذهبنا هو الشافعي، نراه أعلم الناس، لكن شيخ له علي حق، وهو الإمام مالك. وأنا خدمة ووفاء لشيخ إمام مذهبي سأتكلم عن أصول الملكية بإذن الله تعالى. تكون دورة اليوم الواحد، لكن ستكون ليش؟ لأن احنا أيضا بنشرح في الموطأ وهذا سيفيد، فستكون دورة اليوم الواحد على أصول الملكية، وسنبين فيها العور على المتأخرين ما يفعلون، وعلى أصول الملكية لم يخرجوا أصول الملكية. أنا أسأل متأخري الملكية، فين عقيدتكم من كلام الإمام مالك الاستواء معلوم في اللغة؟ أخذوا مذهب مالك وتركوا له عقيدتهم، وأخذوا مذهب الشافعي وتركوا له عقيدتهم، وأخذوا فقه أحمد وتركوا عقيدتهم.